فقدنا واحد الراجل اللي هو في الحقيقة عطى الشيء الكثير للوطن، راجل اللي كان بالنسبة لنا هو الأب، هو الأخ الكبير، راجل اللي حاول أنه يعمل ما في وسعه باش يرضي الشعب المغربي أثناء التحمل ديال المسؤولية في رئاسة الحكومة، راجل اللي صادق، راجل اللي الحمد لله عنده نظافة اليد، راجل اللي متخلق، راجل اللي مربي، راجل اللي عطاه وعطاه 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 للوطن. فرحم الله الفقيد العزيز وأسكنه فسيح الجنان وألهم عائلته الصبر والسلوان، وعزاؤنا لكل مغاربة وكل مناضلين الشرفاء في هذا الوطن وكل اتحاديات واتحاديين. فاحنا كنعزيو المغاربة كاملين بكل صدق، لأنه فقد المغرب واحد رجل دولة بامتياز، لا أعتقد أننا مازال غادي نقدروا نلقاو بحال هذا الرجل. فلله ما أعطى ولله ما أخذ، ورحم الله الفقيد وأسكنه فسيح الجنان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.